القانون الجنائي الذي سحبته الحكومة مؤخرا، أظن أن هذا سلوك ديمقراطي كذلك، فلا يمكن لحكومة أن تدافع عن وجهة نظر حكومة سابقة وحتى إن كنت مشاركا فيها. إذن أنا بالنسبة لي وزير العدل يسحب القانون الجنائي أو مشروع القانون الجنائي لإعادة النظر فيه فهو يمارس حقه، لا يمكن أن أربط أي أحد بمشروع السابق، لأن التوجهات تختلف والمرجعيات تختلف، وكذلك من حقي أنا كحكومة أن أعكس برنامجي الذي صادق عليه مجلس النواب والذي أخذت بموجبه الثقة البرلمانية في الحكومة أو تنصيب الحكومة. إذن أنا في نظري وزير العدل سحب مشروع قانون الجنائي ليعيد فيه النظر لتجويده لتغييره لمناقشته، فهو يمارس حق الحكومة الحالية، فهو ليس تراجعا، وهو الحكومة الحالية ليست ملزمة باتباع التوجهات الكبرى التي كانت تنهجها الحكومة السابقة، وهذا كذلك يدخل في إطار الفعل الديمقراطي، إذ لا يمكن أن ننتقد الناس فقط لأنهم سحبوا مشروعا، فكل حكومة عليها أن تضع بصمتها على القوانين وعلى التوجهات، لأن في الأخير هي محاسبة بها. ثم كذلك في نظري هي فرصة لإخراج القانون ويتلائم وتوجهات هذه الحكومة، وكذلك يناقش قضايا الكبرى التي يمكن فيها مجموعة من الاختلاف بين المكونات الحزبية ولا الفئات داخل المجتمع. إذن لابد من أخذ واحد المسافة من قانون وضع في فترة سابقة وفي الفترة الحالية، وأنا أقول إنها فرصة لتجويد النص، وأنا أثق كثيرا في الكاريزما التي يتملكها وزير العدل وكذلك الحكومة الحالية. إذن أنا أرى أن هذا شيء منطقي